ومن وجه السياسة إلى وجه الاقتصاد، علاقات اقتصادية متميزة تربط القاهرة بمسقط، للمزيد من إلقاء الضوء على العلاقات الاقتصادية ما بين القاهرة ومسقط ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود، بعد التحية، علاقات اقتصادية وثيقة لا تقل أهمية عن المشاورات والعلاقات السياسية المستمرة ما بين البلدين، حجم تبادل تجاري وصل إلى ما يربو نصف مليار دولار في 2021، كيف تقيم هذه الزيارة في بعدها الاقتصادي؟ يعني يمكن زي ما حضرتك تفضلت انه يعني العلاقات الاقتصادية ما بين الدولتين هي علاقات وثيقة، ويمكن خلال الثلاث سنوات الأخيرة يعني تطورت هذه العلاقات الاقتصادية، سواء في معدل التبادل التجاري اللي حضرتك زي ما ذكرت وصل إلى تقريبا 500 مليون دولار، وأحدث قفزة مقارنة مثلا بالعام 2018، ويمكن ده بيرجع إلى إنشاء مجلس الأعمال المصري العماني اللي تحدث أو استطاع أن ينقب عن كثير من الفرص الاستثمارية. أيضا حينما يعني نتحدث عن الاستثمارات المتبادلة ما بين الدولتين، نجد أن ذات الأمر أنها يعني حققت قفزات ومعدلات نمو معتبرة. حينما نتحدث مثلا عن الاستثمارات العمانية داخل السوق المصري وصلت إلى ما يقارب 77 مليون دولار، صحيح، موزعين على أكثر من 92 شركة بيعملوا في مجال الصناعة والسياحة والإنشاءات الزراعية. في المقابل كانت الاستثمارات المصرية داخل السوق العماني وصلت إلى 680، حجم الاستثمارات إلى 680 مليون دولار، موزعة على 142 شركة متخصصين في مجالات البنية التحتية والاستثمار العقاري وغيره من المشروعات. ويمكن ده نفس الهيكل، لو نظرنا إلى هيكل التبادل السلعي ما بين الدولتين، رصد الصادرات المصرية إلى سلطنة عمان أو الواردات المصرية من سلطنة عمان، هنجد أنها متسقة إلى بجانب الاستثمارات. يعني سلطنة عمان تعتمد بشكل كبير على المنتجات الزراعية، صحيح، والأغذية من الدولة المصرية ومجالات البنية التحتية، والدولة المصرية تعتمد على في الواردات الخاصة بها على يمكن الحديد والصلب، بعض المنتجات المعدنية وهكذا. ويمكن ده بيعود بشكل كبير إلى تجربة الإصلاح الاقتصادي داخل الدولة المصرية وما أسفرت عنه، صحيح، من تهيئة بنية. وهي فتحت هذه التجربة أيضا دكتور عنبر يعني الأبواب والأفاق لمزيد من التعاون الاقتصادي ما بين مصر وسلطنة عمان. في هذه الجزئية تحديدا أود السؤال عن فكرة التكامل الاقتصادي بين البلدين. مصر وسلطنة عمان يتمتعان بموقع متميز، بموارد طبيعية مختلفة، بمزايا أيضا تنافسية ونسبية لكلا الاقتصادين. كيف يمكن تحقيق التكامل الاقتصادي ما بين القاهرة ومسقط؟ يعني فيما يتعلق بتحقيق التكامل الاقتصادي ما بين الدولتين، خليني أذكر لحضرتك أنه كل مقومات التكامل ما بين الدولتين متاحة. حينما أتحدث أول مقام لمقامات أو أول مقوم لتحقيق تكامل اقتصادي ما بين دولتين أو مجموعة من الدول، قبل الحديث عن الأمور الاقتصادية والمالية والسياسية، هو توافر الإرادة السياسية ما بين الدول وبعضها البعض، صحيح. ومن يتابع بشكل جيد المباحثات وبروتوكولات التعاون والزيارات المتبادلة ما بين الدولتين يدرك ودون ما أي عناء أن هناك إرادة سياسية قائمة ومتحققة لتعزيز عملية التكامل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم خروجا من أزمة الكوفيد-19 والآن مع الأزمة الروسية الأوكرانية وما فرضته من تداعيات اقتصادية. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يعني حينما أتحدث عن البنية التحتية وطرق النقل والمواصلات، سواء إذا كنا نتكلم عن النقل الجوي أو النقل اللوجستي البحري، كل هذه المقومات موجودة ومتاحة ويجري فيها عملية من عمليات التطوير. التنسيق الجهود ما بين الدولتين وبعضهم البعض، هناك مجلس زي ما ذكرت لحضرتك، مجلس أعمال مصري عماني يعكف على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة ما بين الدولتين. وأهم نقطة وهي فكرة أن الهيكل السلعي الخاص بالدولتين مختلف، بمعنى، صحيح، ودي أهم نقطة في عملية تعزيز التبادل التجاري
وقيام تكامل تجاري ما بين دولتين، أن يكون هيكل الدولتين السلعي مختلف، لأنه لا يوجد أي منطق اقتصادي يقول أن الدول تنتج نفس أنواع السلع أن تقوم بينهما تجارة. بالنظر إلى الهيكل الخاص بالدولتين حنجد أنه مختلف إلى حد كبير. هذا يعظم بشكل كبير صحيح، يعظم بشكل كبير دكتور عنبر الاستفادة من قبل الدولتين في هذا المجال تحديدا. دور رجال الأعمال والقطاع الخاص، تحدثت عن اللجنة المصرية العمانية، مجلس الأعمال المصري العماني، الغرف التجارية أيضا والروابط والمسارات ما بين الغرف التجارية في مصر وسلطنة عمان، كل هذه الهياكل بالإضافة إلى دور القطاع الخاص ورجال الأعمال، كيف يمكن أن يعزز من التعاون الاقتصادي ما بين مصر وعمان؟ طبعا يعني رجال الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام يعول عليه كثيرا في هذا الصدد، لأنه توجه يعني كمان هناك توافق في الأيديولوجيات الاقتصادية التي تحكم الدولتين. زي ما حضرتك عارف أن الدولة المصرية الآن لديها توجه نحو دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. أيضا سلطنة عمان يعني لديها سياسة اقتصادية تسير نحو دعم القطاع الخاص بشكل أو بآخر، إنه يعني كمان تنسيق الجهود ما بين الدولتين بيأتي تحت أكثر من مظلة. أولا المظلة الثنائية ما بين الدولتين وبعضهم البعض، ثانيا المظلة الخليجية، يعني تنسيق الجهود المصرية الخليجية اللي بذل فيه دور كبير ومجهود كبير انعكس في معدلات نمو وغيره، أو حتى حينما أخذها تحت المظلة الكبيرة وهي المظلة العربية والسعي نحو تحقيق تكامل اقتصادي عربي. هناك أيضا نقطة مميزة لسلطنة عمان، ميزة متفردة عن بقية الدول العربية والخليجية، وهي العلاقات التاريخية صحيح. التي تربط سلطنة عمان بإفريقيا. يعني من يراجع التاريخ في إفريقيا حيجد أنه كان هناك ما يطلق عليه سلطنة زنجبار أو زنجبار صحيح. في أحد تسمى في احد المراجع، ان يعني كانت الهيمنه لسلطنه عمان في كافه منطقه شرق افريقيا وتربطها يعني روابط وثيقه صحيح. في هذا الصدد وكانت دوما مصر هي البوابه يعني للاسواق العمانيه وللرحاله العمانيين على مدار التاريخ. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود عنبر استاذ الاقتصاد على هذه المداخله وهذا التحليل. تابعنا مع حضراتكم المراسم الخاصه بوصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى مسقط واستقباله من قبل اخيه جلاله السلطان هيثم بن طارق السعيد.